أعزائي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قيم وسلوك. هذا البرنامج اللي سلط فيه بعض النقاط أو سلط فيه الضوء على بعض النقاط والقيم وبعض السلوك، من درا كانها إيجابية أو سلبية، من درا كان نقدو نتخلصوا منها مع بعضنا. والله بدأ النصيحة هي أهم شيء، نقبلوا النصائح من بعض الأمور اللي نعود فعلا فاصلين فيها بعض الأوقات اللي غافلين عن شملهم. نعود أنا نعدلها، ماني شاك إنها خاطئ. يقنين يجيني خويا والله صديقي والله مسلم كيفي خويا في الإسلام ينصحني عنها، نحاول نطرح بالي شوف يا كانك هو اللي صالح، والله صالح هذا اللي شايفه أنا، والله للمعدل أنا كانوا خاسر، نحتاج فيه فعلا ذيك النصيحة، لذلك نقوم بها نتخلص من ذاك العبء والله من ذيك العادة أو الأسلوب اللي فعلا هو ما هو صالح وله. يلا هون يسلطوا الضوء اليوم على نقطة معينة موجودة فعلا وياس رجع، وهي عدم احترام الصائم. عدم احترام الصائم بالنسبة للشخص اللي غير صائم في رمضان، راه محلل ومولانا عنده عذره، ما هو صعب. مثلا بعض الرجال أخوتنا يعودوا في الشارع والله في الأماكن العامة والله في تاكسي ما هو صايم، يكمي على الصيام. خطير جدا، خطير جدا، تأذيهم وتأذي صحتهم، وهم يقعدوا يدعوا عليك بداخلهم صيام وتقعدوا دعوتهم مستجابة. يقير قاع من دون ذكاء من تعلاش تدير راسك في ذا الموقف. أنا في هذا الشهر الفضيل الكريم معروف الناس كاملة صايمة، لو فيها متحمل رايحة كريهة زينا قاع ما قاد حد يتحملها فضلا عن رايحة كريهة. الدخان تعود تجي تكمي على أخوتك صيام، إلى عادوا هما مثلا ما هم قادين يستحاوا من يقولوا لك، أنت يلتك تستحى أنت من نفسك، لأنه إن لم تستحي فافعل ما شئت، حاول أنك ما تفعل ما شئت، حاول أنك تستحى من الأمور اللي فعلا يلا نستحاو منها، به اللي ما هي زينة ولا هي من ديننا ولا هي من أخلاقنا ولا هي حتى من عاداتنا ولا هي من تقاليدنا. لأنك تكمي على صايم هذا حقيقة أسلوب همجي حتى، وأسلوب غير متحضر، وأسلوب ملي مخالف لديننا. لابد لك من تعدل هذا الفعل السيء، حاول أنك تعدل وحدك، نجي للدار وحدك والله على السطاح ما شام حد مثلا، والله ما نعرف أنا أي بلاد أسود بعيدة عن الصيام وما لك متهك فيهم حرمتهم بالطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على مبعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة أيها الأخوات الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يتعلق بأذية المسلم خصيصا بهذه السجائر التي يتعاطاها ويستعملها بعض الناس، فهناك حرمة المسلم أولا، فعلما بأن هذه السجائر وهذه الأمور قد اتفق الأطباء على حرمتها، ورأي الشرع فيها تابع هنا لرأي الطبي. وما دام هذه السجائر أجمع الأطباء على حرمتها، فإن الشارع يحرم ذلك، كل ما يضر بالإنسان فهو محرم. واستخدامها في الأماكن العامة أيضا مضر بالمسلم، بعض الناس يتأذى من هذه السجائر، قد تكون عنده حالات مثلا لا يحسن له أن يشم هذه الروائح، خاصة الروائح النتنة مثل هذه السجائر، فلذلك ينبغي للمسلم أن يعلم أن لأخيه عليه حرمة. فأولا ننصح كل من يستخدم مثل هذه بالإقلاع عنها وتركها لله، يعني أن يترك هذا الذنب وهذه المعصية تقربا لله جل وعلا، خصيصا في هذا الشهر، وخصيصا أن هذا الشهر المقصد منه هو أن يتدرب الإنسان على طاعة الله جل وعلا. فشهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروبها، كان الإنسان يأكل يومه يشرب يومه، فإذا جاء رمضان وجاء الصيام فيمسك عن الأكل والشرب، هذا تدريب له
أنه بإمكانه أن يترك ما يشتهي، بإمكان الإنسان أن يترك ما يشتهي من مأكل ومشرب وملذات ومباحات، فلذلك حري به أن يترك ما يحرم عليه. فإذا نظرنا إلى الشارع هنا فنجد الإنسان يترك ما يباح له، فكيف له لا يترك ما يحرم عليه؟ كيف؟ إذن ينبغي الإنسان أن يقلع فورا مثل هذه السجائر واستخدامها، وخصيصا إذا كان ذلك متعلقا بحق المسلم. بعض الناس يتأذى إذاية شديدة من شم روائح مثل هذه السجائر، فلذلك يجتمع فيه حرمة استعمالي وحرمة أذية المسلم، يجتمع فيه كل ذلك. فلذلك يجب على كل إنسان أن لا يؤذي أخاه بمثل هذه السجائر، وأن يحترم الناس. فإذا كان ولا بد أن يستخدم هذا، فعليه أن يبتعد عن الناس وأن لا يؤذي مسلما. وبعض الناس له مثلا أمراض خاصة، وقد تسبب له هذه الروائح أمراض أخرى، نسأل الله سيكون المتسبب له شريكا له في الإثم وشريكا له كذلك في الضرر. ونسأل الله السلامة والعافية، والله يوفقنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا، تعود ملك صايم وتبقى تدير مثلا تستحام وتدير مسك مع الصباح، والله يهو انت مارق راكب معاهم في تاكسي، والله مكان العمل، والله يهو مسك متين على الصيام حقيقة، ما يقدروا يتحملوا. الصايم لابد من جو نقي، لابد من رائحة الهواء، رائحة شيء بعيدة عن سجاريت ومسك، ما هو زمنه الحد. لابد من على الأقل يخلي في الليل بعد الصوم، يعود ماشي ليه صلي، يروح والله ماشي ليه عاد الرياضة، والله يعود بعد ما أذى ذو الناس اللي فعلا اللي يؤذيهم. لا دخان ولا العطر، هذا كامل يلا نجنبه، يلا نحترم الصايم. شيء آخر، مثلا الناس اللي تبقى توكل شينقة، أنت صايم قال ما فرض عليك تتباهى بها قدام الناس، فاطر عفوا ما أنك صايم مولانا أعطيك رقاج مو مصحح، والله هي دوك بعض الأمور ما أنا داخلين في تفاصيلها. قال ما زين عليك تأخذ في الشارع في الأماكن العامة شوفوني أنا ماني صايم شينقم تمدقها، دايما شوفوه ونلاحظوه لو زين. الاعتراف درك من أحاني كما قلت إني نجي لمكانك، والله تجي لبليتك، تحترم ذو الناس اللي صيام، تحترم الغير بصفة عامة، تحاول على أنك هم اللي تطرح البال لذاك اللي قال مولانا ورسوله، أي شيء يتعدله تحاول أنك تقبل منه العبرة وتقبل منه هم اللي الفايدة، وتقبل منه على أنك تسول له العلم، تسولهم تستفاد منهم كان ذا صالح والله ما هو صالح. إذن أعزائي الكرام، احترام الصائم والله احترامنا نحن قاع اللي ما فيما بيننا كاملين، الصائم والفاطر، الصائم يحترم الموصائم، الموصائم يحترم الصائم والعكس صحيح. نحترموه بطريقة كلامنا، مثلا شفتوا ذا العدة الأسلوب اللي ما هو لائق والله ما هو زين عندي، نقول له لو سمحت نحن الصيام حاول تحترمنا ما تعذر كذا، ما تجي انت وتعدل هو يعد عدل شيء ما هو صالح وتعدل انت شيء اطمن وشح، انك مثلا تقول له بلفظ انت كذاش انت ما تراعي في الصيام، انت تحاول انك تسكك عليه والله تقول له الفاظ ما هي صالحه، وهون عدت كانك عدلت نفس العدل هو للاسف وعدته واحد نفس الخطا. اذا ما نعالجوا الخطا بخطا اكبر منه، حاولوا بالعكس بكل لطافة بكل قيم، أنا صايم دور لجر إياكاش إياك نذاوب عليه خير، إذا ما فرض علي ينجي يخسر رقاج أخر أجري ونجي نقول له كلام ما هو صالح، والله نقول له أنت ننزقه بطريقة ما هي صالحة، ما هي علي قاع حقيقة تربية الناس يا خير مولي، قد ننصح خويا المسلم بطريقة بسيطة تقبلها جزاها الله ألف خيرا، ما تقبلها كان الله هو الباقي، وإن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل أعمال الصالحة، ومولانا إن شاء الله يجعل أي شيء نعدله صالحة في ميزان حسناتنا، ويجعلنا بتحت الذنوب، ويغفر لي ولكم إن شاء الله كل ما هو خطيئة، كل ما هو سيء، وكل ما هو فعلا ما هو اللي نحن
ندوروا نحصلوه وبكل جهد وبكل طاقة في هذا الشهر الفضيل. عيدنا واحدة، نتخلصوا من العادات السيئة، نتخلصوا من الأمور السلبية، نعدل كل ما هو قيم وسلوك فعلا تخدمنا، تخدم عاداتنا وتقاليدنا وديننا وترفع منا إلى الأعلى. تقبل الله مني ومنكم، وإلى اللقاء وحلقات أخرى.